إلى ذلك أكد عدد من الحضور أهمية الحقائق والوثائق التي استعرضتها جلسات المؤتمر في دراسة الواقع الحالي والاستفادة منها لوضع ضوابط للمستقبل. تعزز وتؤكد حقائق تاريخية لها إسقاطات ربما على الواقع السياسي حتى في وقت الحالي، فهذا مهم، وخصوصا عندما تكون في مثل هذه المؤتمرات حضور من إخوة وأخوات من أغلب دول مجلس التعاون، مشاركين إما من خلال أوراق أو من خلال مشاركة فاعلة في أعمال هذا المؤتمر. نريد أن نستفيد من التاريخ لصناعة تاريخ المستقبل. لازم يكون في ضوابط. احنا شفنا التاريخ وشفنا التجاوزات اللي صارت، بالتالي هذا التاريخ القديم إذا درسناه وشفنا نقاط القوة ونقاط الضعف فيه راح يخلينا في التاريخ المستقبلي المرحلة القادمة اللي راح تصير تاريخ بعد 100 سنة ان احنا نستفيد منها في وضع ضوابط تخدم منطقة الخليج العربي. هذه الإثباتات والوثائق والأدلة تنقل لكم لأجيالكم القادمة، تعرفون تاريخكم، تعرفون كيف صنع هذا الحاضر الآن، لم يأتي من فراغ، في تضحيات كانت في السابق، في كثير من الجهود اللي بذلت أجدادنا وآبائنا يعني يبذلوها حتى نحظى باللي إحنا يعني نتمتع فيه اليوم. اليوم إحنا وإحنا في مملكة البحرين ونحن نرى هذه الأوراق اللي قدموها السادة أو الدكاترة الباحثين، نشعر بالفخر، لأن اليوم إحنا كشعوب نقدر أن نقيم واقع شعوبنا في متغيرات النظام السياسي، وهذا ما أسقطت الأوراق البحثية على تغير النظام في شبه جزيرة قطر.